الكلام في اللي جاي ده عن برشلونة، عشاق البارسا يركزوا معانا كويس جدا، لان معانا اسم مهم جدا داخل نادي برشلونة، هو بيب وادا، كبير كشافي برشلونة السابق، وقدم عدد كبير جدا من الاسماء والنجوم، وخصوصا انه الموسم ده تقدر تقول انه صحيح طبعا هو البارسا محليا متفوق ومقدم موسم ولا اروع بعد سنين طويلة جدا من عدم الاستقرار واعاده بناء الفريق، لكنه قاريا برضو خلينا نقول ما زال البارسا بيعاني ومش قادر يرجع لنا نسخه البارسا اللي سيطرت على كل الالقاب في اوروبا. خلينا نرحب بيب بوادا ضيفنا في السادسه، بدايه طبعا اهلا وسهلا بك على شاشه الاهلي، وشكرا على مشاركتك معنا في السادسه. أشكركم على هذه الدعوة وأتشرف بوجودي معكم. يعني بالتأكيد أثناء عملك في برشلونة قدمت للفريق عدد كبير من الأسماء، يعني تقول لنا بداية أهم وأبرز، بارسا طبعا طول عمره نادي كبير وأعظم نجوم العالم، أعظم الأسماء، كل الأسماء لعبت فيه، يعني رونالدو، مارادونا، رونالدو طبعا، نازاريو، مارادونا، رونالدينيو، فيجو، وميسي وغير، وتشابي، إنيستا وغيرهم وغيرهم، لكن مين أهم الأسماء اللي خرجت في وقت بيب بوادا؟ قبل أي شيء لا أريد تشخيص الأمر في شخصي وأنني أنا الذي قدمت الأسماء، لأن هذا عمل الكثير من الأشخاص يعملون في هذا القسم، هناك العديد من الأشخاص يستحقون التحية أيضا، يتابعون المباريات ويتابعون مباريات الفرق الصغيرة ويبحثون عن اللاعبين الذين بإمكانهم أن يتسموا بشخصية فريق بحجم برشلونة، ولهذا هو عمل ونتاج عمل كبير لقسم كبير وليس شخصي أنا فقط، من الإعداد في مدرسة لاماسيا والبحث عن المواهب، الأمر أكبر بكثير من مجرد اسم، وكيفية تأقلم الجميع على الأجواء داخل النادي والعمل، لأن برشلونة بطبيعة الحال هو نادي يبحث دائما عن البطولات واستخدام اللاعبين والمواهب الشابة من أجل تنشئتهم بأفضل شكل ممكن، ولهذا أقول أن العمل هو عمل مهم للغاية بكل تأكيد، وليس عمل فرد، هو عمل مدربين والأطباء النفسيين وأطباء التغذية، أنت تتحدث عن منظومة كبيرة، ولأن برشلونة يبحث عن سينيور بوادا. خليني معلش أقف مع الجزئية دي، لأنه برشلونة فريق أو نادي عنده شخصية كروية، فريق ليه ستايل ما بيتغيرش باختلاف الأجيال، وعدد كبير جدا من الأسماء نجحت مع البارسا جت في سن صغيره جدا، منهم طبعا قصه ليو ميسي، منهم طبعا انيستا، منهم تشابي، دول اللي انا عرفتهم او عشتهم، يعني عشت قصتهم من البدايات. ازاي بتقدروا تكتشفوا انه اللعيبه دي في السن الصغيره دي ليها مستقبل كبير، وانه اللعيبه دي اللي ممكن تراهن عليها انها تكون شايله مستقبل فريق بحجم برشلونه؟ كما قلت لك، نحن هناك فلسفة وهناك منظومة عمل، بداية من عمل البحث عن هؤلاء الشباب، كيفية البحث عنهم وكيفية تحديد إذا كان هذا النشء يستطيع أن يتحمل الضغوط الخاصة بفريق بحجم برشلونة. نحن نتحدث عن هناك على العديد من المواهب أيضا مثل سيرجي روبرتو وميسي الذي جاء من الأرجنتين إلى برشلونة، ولهذا يجب أن تفهم ما يحتاج هذا النشأ وتفهم نفسيته وطبيعة شخصيته، والأمثلة كثيرة على كثير من اللاعبين. طيب أروح لموسم برشلونة الحالي المتوهج محليا ولكنه يعاني أوروبيا، خليني أسألك الأول محليا، هل بتشوف ده انه نقدر نقول بالنسبه لعشاق البارسا يعني او جماهير البارسا في العالم كله انه ده موسم العوده للطريق الصحيح على المستوى المحلي، وايه هي فرص البارسا في تحقيق لقب لا ليغا من وجهه نظرك؟
نعم، البارسا يمر حاليا بفترة طيبة للغاية، بعد فترة ناجحة للغاية على المستوى الأوروبي. من الطبيعي وهذا يحدث في جميع الأندية، فأنت كنت تمتلك أفضل اللاعبين في العالم مثل ليونيل ميسي الذي كان يقدم الأداء الكبير، وتشابي أيضا، وكان هناك نظام في النادي. وبطبيعة الحال مع تغيير وخروج هذه الأسماء أن يحدث نوع من الاهتزاز. نحن الآن الأمور أصبحت أفضل، وهناك العديد من اللاعبين الشباب مثل جافي وبيدري، لاعبين قادرين على أن يعيدوا برشلونة مرة أخرى للبطولة. وهناك اللاعبين مع اللاعبين الكبار مثل سيرجيو بوسكيتس وجوردي ألبا، وأعتقد أن برشلونة يدخل مرحلة جديدة. وأتمنى أيضا أن يكون على المستوى الأوروبي بنفس الأمر كما يحدث في الليغا. خرج من الشامبيونز ليج لكن ما زالت فرصه قائمة، رغم أنه بتنتظر موقع يعني نارية في الأولد ترافورد في مواجهة عملاق انجليزي عنده شخصيه البطل طبعا مانشستر يونايتد بعد تعادل في الكاب نو بنتيجه 2-2. ازاي بتشوف فرص البارسا في لقاء العوده، وهل تجاوز اليونايتد معناه انه البارسا قريب من تحقيق لقب بطوله اليوروبا ليج؟ الأمر صعب بكل تأكيد. مانشستر فريق تطور كثيرا هذا الموسم، وستكون مباراة صعبة بكل تأكيد. هذه المباريات والمباريات الإقصائية الحظوظ تكون فيها متساوية. هناك مشكلة أيضا في البارسا أن هناك جافي سيغيب وبيدري مصاب، لا أعلم مدى إمكانية عودته من الإصابة في المباراة العودة، ولكني أعتقد أن البارسا قادر على تخطي المباراة المقبلة. خليني أسألك على شكل البارسا في الموسم القادم. قصة الموسم وكل موسم بتتكرر تقريبا، هي فكرة أو الكلام اللي بيثار حول عودة ليو ميسي مرة تانية لصفوف برشلونة. اللي ظهر جديد تقارير بتقول انه البارسا اتفق بالفعل مع نجم طبعا منتخب الارجنتين ونجم اليوفي الحالي دي ماريا على اللعب لصفوف البارسا في الموسم المقبل، وايضا تقارير ربطت اسم النجم المصري محمد صلاح نجم ليفربول باللعب لصالح البارسا. مين فيهم الاقرب ومن وجهة نظرك مين تفضل، ومين بتشوف انه ممكن يخدم وينجح بشكل كبير مع برشلونة الموسم المقبل؟ بالنسبة لي أتمنى بطبيعة الحال الاثنين. أنت تتحدث عن لاعبين كبيرين يمتلكان قدرات كبيرة سواء ميسي أو صلاح. ليو أعرف ليو جيدا منذ أن كاد في مدرسة لاماسيا، وعاشرته في جميع مراحله. أما فيما يتعلق بصلاح فهو ليس لدي أي شك فأنه لعيب يقدم كرة قدم رائعة، وسيكون إضافة كبيرة لبرشلونة، وهو يمتلك الشخصية القيادية أيضا. وأي فريق في العالم يتطلع لأن يمتلك مثل هذه الأسماء الذي تستطيع صناعة الفارق. وصلاح بطبيعة الحال هو أحد هؤلاء اللاعبين. ليفربول في مواجهة الريال، مواجهة مهمة ونارية جدا، ولقاء وسيناريو تكرر كتير في النسخ الأخيرة من تشامبيونز ليج. مين الأقرب في الفوز في مباراة بكرة من وجهة نظرك، الريال ولا ليفربول؟ ومين الأقرب عموما للتتويج بلقب تشامبيونز ليج من وجهة نظر بيب وادا؟ في هذه الأوقات من الصعب أن تقول من من الفريقين المرشح. نعم، الفريقين يمتلكان بطبيعة الحال تاريخا كبيرا، ولديهم لاعبين كثيرين قادرين على صناعة الفارق. ريال مدريد فريق يمتلك بطبيعة الحال وبكل تأكيد الروح التنافسية، ويمتلك أفضل اللاعبين. فيما يتعلق بليفربول، الفريق بدأ يعود تدريجيا لمستواه في السنوات الأخيرة. لم يقدم مستوى مميز في بداية الموسم في البريمير ليج، ولكني أعتقد أن الفريقين يمتلكان نفس الحدود في هذه المرحلة الإقصائية. جافي وبيدري
اتنين من مواهب لاماسيا، هل بترى او بتتفق مع الراي اللي بيقول ان هم امتداد طبيعي لانيستا وتشابي، وهل بتشوف ان مستقبلهم قادرين على التطور وعلى تحقيق نفس الارقام اللي حققها الجيل الذهبي طبعا بقياده تشابي وانيستا نجوم البارسا في السابق؟ التطلعات بكل تأكيد طيبة للغاية بشأن هذين اللاعبين، سواء بيدري الذي يتميز بالقدرات العالية، هما لاعبان يقدمان أمور كثيرة تشبه إنيستا وتشابي. بطبيعة بكل تأكيد الفوارق كبيرة بين اللاعبين لأنهما ما زال في بداية مشوارهما، ولكني أعتقد أن بإمكانهما تقديم الكثير لبرشلونة، وهما أيضا لاعبين يتحملان ضغوط فريق مثل برشلونة، وأعتقد أنهما سيعيدان فترات تواجد تشافي وإنيستا في برشلونة. هما لاعبان مهمان للغاية، وأعتقد أنهما سيقدمان أفضل مستوى لهما في المستقبل. موتشاس جراسيا سينيور وادا، طبعا بشكر طبعا نجم برشلونة وواحد طبعا من كبار الكشافين في برشلونة، كان مدير في جرانادا او غرناطة بالعربي، بيب كان ضيفنا في السادسة، كل الشكر ليك وكل التحية لكاتالونيا واسبانيا وبرشلونة.